السلام عليكم، وصلنا لليسنز 5 and 6 يونت 10. النهارده معانا نقرا الكلمات مع بعض، وبرده مفيش جرامر في الدرس ده، الجرامر كلها كان في اول درس. يلا نبدا مع بعض. اكسبيشن كان عندكم الترم الاول، معناها معرض. بلانتوريوم اللي هي القبه السماويه. فيكل اللي هي المركبه اللي هي زي السياره والباص والحاجات دي. سورس مصدر. The International Space Station أو International Space Station اللي هو المحطة الفضائية الدولية. Asteroid اللي هو الكويكب اللي هو الكوكب الصغنون يعني. Guide Directions أو Directions الاثنين صح. Railway The Mediterranean اللي هو البحر الأبيض المتوسط. Sailor اللي هو البحار. Newspaper اللي هي الجريدة. Around حول. Clear واضح. Russia اللي هي دولة روسيا. Europe Spanish travel flat Venetian circle appear Englishman Asia informative Hubble journey perseverance achievement nearly dairy date probe public transport winner entry draw دي التصرفات بتاعتها وعارفينها خدتها قبل كده كذا مره هي وهيت هيت هيت make بيجي معاه make maps بيرسم خرائط make phone calls make notes make sure كل make مع واحده منهم بتختلف معناها يعني make maps مش بيصنع خرائط بيرسم make phones بيعمل مكالمات make notes بيدون ملاحظات make sure يعني يتاكد draw maps يعني برضو يرسم خرائط get direction get direction اللي هي بيحصل على الاتجاهات و take back to بيعيد الى او يسترد stay هي remain عكسها leave يعني يغادر public هي general عكسها private خاص بنضيف ال y عشان نكون الصفة زي ما احنا عارفين successfully carefully بنضيف ese علشان نكون الصفة من الاسم او الجنسية زي Japanese اللي هي الياباني ION بنكون الاسم زي communication, direction, exhibition. IM بنجيب العكس زي impossible. Meant بنجيب الاسم زي achievement. تمام؟ عندنا كلمة orbit و spin. Orbit معناها يدور. Spin معناها يدور. طب اعرف الفرق بينهم ازاي؟ فالفرق بين orbit و spin الاتنين معناهم يدور. Orbit بيدور حوالين حاجة. يعني مثلا لما احط هنا مثلا اللبيسة اللي بتاعت القلم دي كده. وادور كده حواليها يبقى انا كده بعمل اوربت انما القلم لما يلف حوالين نفسه كده ده كده اسمها سبين تمام يبقى لما بيلف حوالين حاجه اسمها اوربت يلف حوالين نفسه اسمه سبين the earth orbits the sun يعني الشمس الارض بتدور حوالين الشمس the earth spins on its axis once a day يعني الارض بتلف حوالين محورها مره واحده في اليوم ستيشن وستوب ستيشن معناها محطه وستوب معناها محطه طب ايه الفرق ستيشن ده بيكون مبنى كبير فيه المكان بتاع التذاكر وممكن يكون فيه بوفيه على المحطه وحاجات كتيره كده دي كلها اسمها ستيشن زي محطه القطر فيها كذا رصيف وفيها ما بتاع بيع التذاكر وفيها مكان الانطلاق من الرحله ومكان اللي هتوصل فيه بيبقى موجود هناك وكل حاجه اما الستوب اللي هو الموقف ستوب اللي هو الموقف او المحطه المكان اللي بيقف فيه الاتوبيس زي الباص ستوب مثلا اتوبيس كان ماشي بيقف في كذا محطه في كذا مكان يبقى اسمه باص ستوب اللي هو المكان اللي بيقف فيه الاتوبيس تعالوا نشوف شويه الاكسبريشنز دول انكلود فاكتس بتضمن حقائق above the earth يعني فوق كوكب الارض go into space يعني بينطلق للفضاء stay on the space station بيظل في محطه الفضاء travels at بيسافر بسرعه نحط سرعه كذا مثلا بعدها as soon as بمجرد ان at the same time as في نفس التوقيت soon after مباشره بعد a color photo صوره بالالوان check your ideas تتاكد من صحه افكارك refer to بيشير الى the far side of الجانب البعيد او الجانب الاخر go around بيدور حوله different from مختلف عن on earth على كوكب الارض in many ways بطرق مختلفه move forward يتقدم للامام use satellites for map بيستخدم الاقمار الصناعيه عشان يرسم الخرائط the journey back رحله العوده a robot space vehicle مركبه فضائيه اليه يعني ما فيهاش اشخاص تمام تعالوا بقى نحل على الحاجات دي ونشوف هنحل ايه الاسئله اللي موجوده زي ما قلت لكم مفيش بتاع ده مفيش جرامر بنو
not which is a large rock that is flying through space. بيقول لك ان المركبة بينه دي صاروخ كبير جدا بيطار في يعني بيروح خلال الفضاء. استرويد اللي هو قلنا الاسترويد اللي هو المركب الصغير سوري الكوكب الصغير. انتري ساتلايت سبيس كرافت طبعا هتبقى استرويد اللي هي الكوكب السيار ده اللي هو بيكون في الفضاء. Most astronauts stay on the NOAA station for about 6 months. بيقول لك معظم رواد الفضاء او اللي هو علماء الفضاء يعني بيبقوا في ايه في محطة ايه لمدة 6 شهور. Space station محطة الفضاء. Robot rocket aquarium طبعا aquarium خدناه الترم الاول ومتحف الاحياء المائية طبعا. Space station محطة الفضاء. Not is a person who works on a ship. ايه مين هو الشخص اللي بيعمل في الشيب اللي هي السفينة. باتشر اللي هو الجزار. كوك الطباخ. فارمر الفلاح. طبعا سيلور اللي هو البحار. We saw not about Mars yesterday. احنا شفنا ايه عن مارس اللي هو كوكب المريخ خدناه المرة اللي فاتت يسترداي امبارح. اكواريوم معرض متحف الاحياء المائية. ماتش اللي هي المباراة. فيكل مركبة. اكسبيشن طبعا هيبقى معرض عن المريخ. We can see the positions and movement of the planets. احنا ممكن نشوف مواضع وحركة النباتات and stars والنجوم. النقط ممكن نشوف الحاجات دي فين. Museum المتحف. Exhibition المعرض. Planetarium القبة السماوية. Aquarium في البلانتوريوم اللي هي القبة السماوية. There are many motor not in the city such as cars, buses and lorries. بيقول لك في كتير ايه في المدن زي العربيات والاتوبيسات. قلت لكم vehicles اللي هي المركبات اللي هي العربيات الاتوبيسات اللوري الحاجات دي. Buses and cars are examples for public. الاتوبيسات والعربيات دي امثله لايه. Public plans طيارات. Transport ports parts طبعا ترانسبورت ودي خدتوها الترم الاول وسهله جدا. صورة الكتابة مش واضحة مش عارفة في ايه. You need a lot of not to come first at any competition. احنا محتاجين الكثير من ايه علشان come first يعني نحصل على المركز الاول في المنافسات. طبعا هتبقى perseverance اللي هي عايزين كتير من المصابرة والعزيمة. They live in a huge house. The cinema معنى كلمة huge يا جماعة معنى كلمة كبير وخدناها كذا مرة. Tiny صغير. Small برضو صغير. Enormous ضخم. Easy طبعا enormous اللي هو الضخم. The prefix gives the antonym of the word possible عشان نجيب عكس كلمة possible بنخليها طبعا impossible ودي معروفة جدا دي سهلة. You can make an adjective عايزين نجيب الصفة from the word Japan by adding طبعا Japanese بتجيب الصفة او الجنسية. The word public كلمة public دي verb فعل طبعا لا adjective صفة proposition يعني حرف جر adverb حال طبعا adjective صفة. I can't stay in one place for too long انا ما بقدرش اقعد في مكان واحد لفترة طويلة. The synonym of the word stay معنى كلمة stay leave يغادر sleep ينام remain يبقى close طبعا remain يبقى او يظل. The antonym of public عكس كلمة public private general ده معناها common ده مشهور او معروف popular مشهور او معروف طبعا private اللي هي سوري ما كانش باين الكلام كل ده مش باين سوري private اللي هي خاص. There are no mountains or hills in this land. مفيش جبال ولا سهول في الارض دي. It's not area high معتدلة far سوري عالية قصدي far بعيدة flat مستوية easy سهلة طبعا flat مستوية مفيهاش لا جبال ولا سهول ولا اي حاجة. The river Nile starts in Ethiopia. النهر النيل بيبدأ في اثيوبيا. This means that is the not of the river. ده معناه ان هي ايه بالنسبة للنهر. End bank source depth طبعا مصدر النيل مصدر النهر لان هو بيبدأ من هناك. This shapes has no sides. الشكل ده ما فيهوش اي جوانب. It's a square مربع circle دايرة star نجمة diamond اللي هو شكل الجوهرة وكده. طبعا circle الدايرة هي اللي ما فيهاش اي ابتدى اي sides. The earth moves around the sun. الشمس الارض بتلف حوالين الشمس. This means it not the sun. ده معناه ان orbits ولا spins. قلنا orbits بتلف حوالين حاجة spins بتلف حوالين محورها. هنا بيقولك بتلف حوالين الشمس يبقى ايه
orbits. برافو عليكم. Astronauts can send emails or not phone calls to their families. بيقدروا يبعتوا ايميلات او يجروا مكالمات هاتفيه لعائلتهم. قلناها ايه؟ Make. برافو. People learn languages not many ways. الناس بتتعلم اللغات، عايزين نقول بطرق كتيرة. In many ways to of up. طبعا in many ways يعني بتعلمه بطرق كتيرة جدا.